الرجال، واقوم بقى محدد معاهم الميعاد، واول ما احدد معاهم الميعاد. ايوه هتعمل ايه بقى؟ ايه؟ اول ما تحدد معاهم ميعاد هتعمل ايه؟ هاجي اقول لسعادتك على طول، ما فيهاش يعني فقاقه. تيجي تبلغني على طول؟ مش تستنى بعد المصيبه ما تحصل وتيجي تبلغني؟ يا فؤاد بيه خلاص، انا هاجي لسعادتك بنفسي وهبلغك. خلاص بقى ما تشيلش مني. حاضر، فهمت. ميشو خد كل الفلوس اللي في الخزنه يا ميشو، بس بلاش الورق ده. الورق ده ما انتش قد اصحابه. قلت لك انا مصدع. اللزق ده بقى مش هيخليك تقطع. عايز تتكلم؟ خلاص ما عنديش استعداد اسمعك. بتهيألي شكلك كده هيبقى حلو قوي لما تيجي صاحبتك وتشوفك. ايه رأيك يا فريد بيه في اللعب ده؟ حلو مش كده؟ سلام. يعني شيكو مدريد هو اللي بعت رجالته وعملوا كده؟ ايوه يا عم انس، كان بيدور على الورق بتاع فريد الجندي اللي ميشو مصور منه نسخه ومخليها معاه، ويا ريت على كده وبس. كمان عايز فلوس المزاد بتاعته. بس الحمد لله المعلم سيد ما راحش فيها، ده كان بعت الرجاله يخلصوا عليه. ايه ده؟ هي وصلت لكده؟ واكتر من كده يا عم انس. بس تعرف اللي مقطع في نفسي ان احنا بلغنا عن المكان اللي بيستخبي فيه ميشو، وزمان اللي اسمه فريد الجندي لو وصل له. يعني انتوا كنتوا عارفين مكان ميشو؟ للاسف ايوه. وهو كويس؟ كويس وزي الفل، بس دلوقتي مش عارف عمل ايه بعد اللي اسمه فريد الجندي ده عارف مكانه. الله، الراجل ده عايز منه ايه؟ مش خد الورق اللي هو عايزه؟ بيدور على التمثال المسروق اللي مع ميشو. ايه؟ تمثال مسروق؟ انت فين يا عم سكر دايت انت كمان؟ ما انت كنت بتطلع له كل شويه من تحت الارض، مالك شاحح ليه النهارده كده؟ يا رب يا رب يظهر سكر بقى ده عشان ادحلبه في الكلام ووقعه في شر اعماله هو والعصابه اللي معاه، عشان نخلص بقى من المصيبه دي. يا رب كفاني فخرا انك لي ربا، وكفاني عزا اني لك عبدا. يا رب انت لي كما احب، فاجعلني لك كما تحب، وانصرني عليهم يا رب نصرة قوية من عندك. يا رب يظهر سكر بقى، يا رب سكر، يا رب سكر، يا رب سكر. ده ايه الغلب ده يا رب؟ يعني ميشو هو اللي سرق التمثال؟ ويا ترى يا سيد انت تعرف ولا لا؟ طب وذنبه ايه فاطين اللي عمال يحاجي عليك يا ميشو في كل حته؟ ده لو فاطين عرف ممكن يروح فيها. والعمل ايه دلوقتي؟ دبرني يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. رجلي. بابا عامل ايه يا عم انس دلوقتي؟ بابا كويس. ها عملت ايه؟ بلغت؟ ايوه يا عم بلغت، ومن ساعة ما خرجت من المديرية لحد دلوقتي وانا عمال الف على رجلي ان الاقي سكر ما لقيتش، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بعت لي الكيس ده. سكر مين ده اللي انت بتدور عليه؟ سكر الزفت بتاع العصابة. وانت تروح تدور على الشر بنفسك ليه؟ مش هو ده اللي خدك ووداك للعصابة دي قبل كده؟ هو يا عمي هو، بس انا بقى اتفقت مع الضابط فؤاد ان انا جاريهم وادحلبهم في الكلام واحدد معاهم ميعاد علشان البوليس يروح بقى يقبض عليهم متلبسين ويشنقوهم بقى ونخلص بقى منهم. والضابط فؤاد ما جابش سيره ميشو؟ ما شكش فيه؟ لا جاب سيرته طبعا يا عمي، بس انا ما سكتش ورديت بالنفي والاعتراض وقلت له ان اخويا ميشو ملهوش علاقه بالموضوع ده خالص. اسكت يا عمي، مش الظابط فؤاد دحلبني وكان هيوقعني في الكلام ويعرف مني مكان ميشو؟ بس الحمد لله ربنا ستر. هو انت تعرف مكان ميشو؟ ايوه يا عمي،
ورحت له وشفته واطمنت عليه. وما قلتليش ليه؟ ما انا كنت هقول لك يا عمي وجاي من عنده علشان افرحك، بس بقى لقيت بابا سايح في دمه. عمي حضرتك كده شكلك متغير، في ايه؟ لا لا انا كويس قوي. طيب ادخل انا بقى اطمن على بابا. الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى رزقني بكيس السكر ده علشان ما ادخلش على بابا وانا ايدي فاضيه. طب يلا ادخل اطمن عليه. يا رب استر علينا، استرها علينا يا رب. ايه التسيب والهمجيه دي؟ ايه كل ده؟ كل دول بيسرقوا في الشعب؟ كل دول بيسرقوا في البلد؟ شفت بقى يا فنان، شفت البلد ماشيه ازاي؟ انا كنت متاكد ان في فساد في البلد، ان في حراميه بيسرقوا في البلد، بس ما كنتش متصور ان هم كتار كتار قوي كده. ده حتى المبالغ، حتى المبالغ دي هيصرفوها ازاي؟ ده لو صرفوها هم وهم واحفادهم واحفاد احفادهم مش هتخلص ولو بعد 100 سنة. بيتهيألك بالملوك كل واحد فيهم قاعد على كرسي كبير تحت منه عشية كبيرة قوي علشان توصل لواحد بس منهم لازم تعدي 1000 سور وسور. يبقى الورق ده لازم تسلمه للبوليس. لا يا انتيكا، الورق ده هيبقى حماية ليا، كل ورقة من دول حارس شخصي حواليا يحميني. عايز تبقى فريد الجند التاني؟ انا ما ينفعش اكون تاني، دي مرحلة مؤقتة لحد ما اكون انا كمان زعيم وملك. تاج الملك ما بيحموهوش من الصداع يا ميشو، وهتفضل كده عندك احساس بالخوف بالرعب من النهاية، لان اكيد اكيد هيطلع واحد تاني زيك عايز يبقى ملك. اعرف يا ميشو، اعرف احنا ينقصنا ايه؟ الانتماء، الانتماء للبلد دي. لو كل الناس بتحب البلد دي زي اخو فاطم ما كانش حد يقدر يقف وسطنا، كانت بلدنا دي اصبحت احسن بلد في الدنيا. ما كنتش لقيت حد بات من غير عشاء. بلدي يا انتيكا، انت بتصدق الكلام ده؟ تصبح على خير ايها الملك المتوج. عاوزكوا تقلبوا الدنيا وتجيبوا لي لحد هنا، عايزه حي، عاوز انا اللي اقطعه بايدي. تمام يا فريد بيه. وبعدين الناس الكبار لو عرفوا باللي حصل هبقى بالنسبه لهم كارت محروق، اول حاجه هيعملوها انهم يتخلصوا مني. لو
والورق ده راح البوليس هتبقى طربقت علينا كلنا. يلا ابو السيد، يلا ابو السيد، ده انا هعمل لك اكل ايه بقى؟ هتاكل صوابع الفراعنه. بس حضرتك النهارده بسم الله ما شاء الله زي الفل. بابا هو حضرتك هتفضل باصص لي كده كتير؟ تعالى انا في حضن ابوك. بجد يا بابا ولا هتضرب؟ لا يا ابني خلاص، انا هنا ورايح، مفيش ضرب، مفيش سرقه، مفيش اي حاجه وحشه كنت بعملها. تعالى بقى. يا حبيب قلبي انا حاسس انك كنت وحشني قوي. يا حبيب ربنا يخليك يا بابا. سامحني يا فاطمة. هسامحك. مش زعلان مني يا ابني؟ يا بابا لا مش زعلان، العفو يا بابا، انا عمري ما ازعل من حضرتك. ده انا بالعكس على فكرة، انا فرحان بحضرتك قوي، فخور بيك قوي. لا يا ابني انا اللي فخور بيك، والله فخور بيك، ويا ريت تسامحني على كل حاجة عملتها معاك. طبعا نسامحك يا بابا، وهو الاب ليه ايه عند ابنه حبيبه غير انه يسامحه ويشوف مصالح ويرعيه؟ عارف يا ابني انا حاسس كاني بشوفك لاول مره. انا حسيت دلوقتي بس ان انا مخلف توأم. عشان حضرتك تعرف وتحس قد ايه حضرتك كنت قاسي عليا وظالمني وبتيجي عليا. فاكر؟ فاكر سميره سمير بتزق بسرعه كانت بتعمل ايه فيا قدامك؟ بس مش مشكلة بقى، المسامح كريم. بابا والنبي متعيط بقى، اصل عيط انا كمان. بابا والنبي بابا خلاص خلاص يا ابني، مفيش حاجة. قول لي يا فاطين، انت عامل لنا اكل ايه النهارده؟ يا بابا عامل لحضرتك بقى اكل ايه يستاهل بقك. بص بقى يا سيدي، هنوسع بقى للاطباق اللي جايه. اطباق يا بابا ايه؟ هتاكل صوابعك وراها. استنى انا جاي، بس عايزك تاكلهم كلهم لوحدك يا بابا. اتفضل. ادي يا بابا البصاره، وادي الفول، وادي الطعميه. بصاره وفول وطعميه؟ جرى ايه يا ابو السيد؟ انت كنت لسه دلوقتي حساس ومرهف في المشاعر، وكنت لسه بتعيط من ثانيه. وانا قلت حاجه يا ابني؟ ده حتى الفول شكله حلو قوي. فاطين ده انا اخترت فيه، يا اما ساذج جدا، يا اما مثالي زياده عن اللازم، يا اما ذكي بقى وعايش الكاركتر ده على الناس، وتلاقيه في الاصل مشارك اخوه. لا يا فؤاد، فاطين حقيقي صادق وما بيكذبش، بس انت عشان ما تعرفوش كويس، لكن هو مهذب جدا ومثقف جدا وبيحب بلده جدا جدا. بس بعد الكلام اللي سمعته منه في احساس جوايا بيقول لي ان ميشو ورا موضوع سرقه التمثال، بس مفيش دليل واحد ضده. في لغز، لغز لو وصلت له القضية كلها تتحل قدامي. لغز ايه؟ الراجل اللي اسمه عنابي ده، من كلام فاطين لما كان عامل ميشو، عنابي عرض عليه يسرق التمثال، مظبوط؟ مظبوط. لما فاطين رفض، عنابي كلم ألدراد ورجالته عشان هما اللي يسرقوا التمثال، مظبوط؟ مظبوط. والتمثال الأصلي دخل عربية نقل الآثار واتحركت بيها، تمام؟ تمام. هجمت عصابة ألدرادو على العربية وموتوا الحراسة وسرقوا التمثال، ولما اتحركوا من مكان الحادث وصلوا للمكان اللي كانوا مستخبين.